حازم، انت كل ما تقفل موبايلك ابوك ياكل دماغي عشان يلاقيك. اوعى 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 اوعى. حاضر. ايه يا فندي، تقدر تقول لي قفل تليفونك ليه؟ يا بابا هنفضل مقضينها شغل شغل. بستجم يا بابا. بتستجم؟ بني ادم مننا بابا محتاج يستجم. طب اتفضل تعالى لي حالا. الجماعه بتوع فرونيكا خليكوني وجايين. انا مش عارف عاوزين ايه. انا عارف يا بابا هم عايزين يجوا ليه، عشان يمضوا العقد. بس برضه لازم تيجي. ايه اللي ناديكي شريه؟ ايوه ومحدش بيعرف فيها معاها الا انت. للاسف يا بابا الينا عندها ظروف قهريه مش هتقدر تيجي معاها. انت مين اللي قالك؟ ها ايه رايك؟ كفايه عليك كده. شفت يا بابا، شفت ابنك بيتعب علشانك ازاي؟ مش مهم دلوقتي، انت رجع الكاميرا تاني. حازم يا ابني انت ثروة قومية، ولاني ساعات ما بطيقش صرمحتك نفسي يكون عيني كنت اشوفك مسؤول عن زوجة وبيت. عموما مش وقت الكلام ده، بس يا حازم صرمح زي ما انت عايز، خليك حر زي الطير. طير انزل على كل غصن شوية، خصوصا يا حازم الغصن اللي كان معاك من شوية. ويا ريت عشان خاطر بابا توريني الغصن ده تاني. الله، ايه يا باشا ده؟ ده انت بتنشن حلو قوي. احنا في مولد شايفني واقف وصاله عصافير. انت ايه اللي جابك؟ مشتري ارض الغردقه رجع في كلامه. ايه؟ عايز يستنى لحد ما القضيه اللي المحافظه رافعها علينا يتحكم فيها. الراجل ده مجنون؟ اكيد مجنون. هو مش المحامي شرح له ان المحافظه لا يمكن ترجع في العقد بتاعها واحنا هنكسب القضيه؟ هنكسبها يا باشا. يا باشا الفلوس اللي هتدفع كتير قوي، والراجل برضه خايف من اللبش. السيوله اللي كانت معانا حطيناها في المكن الجديد. هنجيب فلوس منين عشان نصنع فيرونيكا؟ ايه راي سعادتك نرجع في عقدنا مع فيرونيكا؟ يا واد النصاحه اللي انت فيها دي، وان شاء الله هنجيب الشرط الجزائي منين؟ انا عاوز افهم انت مين عينك مدير مالي؟ حازم ابن حضرتك صاحبي انا الانتيم، اجبرك تشغلني عندك. حازم حازم كل الكوارث بيجيني من ورا حازم. خلاص ناخد قرض. قرض بقى واجراءات، ومفيش بنك حيوافي يدينا اي قرض في ظروفنا المهببه دي. مش بقولك انت مدير مالي فاشل؟